السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بطلابي الأعزاء في القسم الثاني من إعراب أنواع الخبر. أهلا وسهلا بكم. درسنا في الدرس السابق أنواع الخبر، وعرفنا أن للخبر أنواع كثيرة في اللغة العربية، منها المفرد ومنها الجملة، والجملة تنقسم إلى قسمين اسمية وفعلية، وشبه الجملة تنقسم إلى قسمين ظرف وجار ومجرور. هيا بنا نتعرف اليوم على إعراب أنواع الخبر، سواء كان مفرد أو جملة أو شبه جملة. درسنا في المرة السابقة أنواع الخبر، وعرفنا أن الخبر المفرد هو ما ليس جملة ولا شبه جملة، بل يكون كلمة واحدة واسم تدل على المفرد أو المثنى أو الجمع بأنواعه. في الأمثلة الآتية سنتعرف على إعراب أنواع الخبر. الخبر عندما يكون مفرد في الجملة الآتية: المعلم متفوق. الجملة التي أمامي هي جملة اسمية، أركانها المبتدأ والخبر. المبتدأ المعلم، والخبر هنا هي كلمة متفوق، فكلمة المعلم تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما كلمة متفوق فهي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه مفرد. إذا طلب مني تحويل الجملة التي أمامي من المفرد إلى المثنى ستصبح المعلمان متفوقان، فكلمة المعلمان تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، نعم الألف وهي علامة رفع المثنى. وكلمة متفوقان هنا هي الخبر المتمم للجملة. المعلمان ما لهم؟ متفوقان، فكلمة متفوقان تعرب خبر مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. إذا طلب مني تحويل الجملة من المثنى إلى جمع المذكر السالم فأصبحت المعلمون متفوقون، فكلمة المعلمون وقعت في بداية الجملة الاسمية فتصبح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، نعم الواو لأنه جمع مذكر سالم، والواو هي علامة الرفع في جمع المذكر الايه السالم كما موجود في الجدول الإعرابي. أما كلمة متفوقون فستصبح خبر مرفوع وعلامة رفعه، نعم الواو لأنه جمع مذكر سالم. إذا طلب مني تحويل هذه الجملة إلى جمع المؤنث السالم ستصبح المعلمات متفوقات. المعلمات جاءت في بداية الجملة الاسمية فتعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما كلمة متفوقات فستصبح خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع مؤنث سالم. أما في الحالة الأخيرة الجنود أقوياء، الجنود أقوياء، هنا الجملة هي جمع تكسير فجاءت كلمة الجنود في بداية الجملة وستصبح مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه، نعم الضمة، والضمة هي علامة الرفع في جمع التكسير. أما كلمة أقوياء فستصبح خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. نلاحظ في الكلمات التي أمامي: متفوق، متفوقان، متفوقون، متفوقات، أقوياء. الكلمات التي أمامي تنوعت من المفرد للمثنى إلى الجمع، ولكن كل هذه الكلمات إذا طلب مني تحديد نوع الخبر سنقول إنها خبر مفرد. على الرغم من اختلاف نوعها بين المفرد والمثنى والجمع، إلا أن الشيء الذي جمع بينها إنها كلمة واحدة بعد المبتدأ واسم. هذا هو إعراب الخبر المفرد. ثانية الأنواع وهو خبر الجملة. خبر الجملة بينقسم إلى قسمين: خبر الجملة الإسمية وخبر الجملة الفعلية. خبر الجملة الإسمية هو عبارة عن جملتين، كل جملة بتشتمل على مبتدأ وخبر، ولكن الجملة الثانية بتشتمل على مبتدأ وخبر ولازم يكون موجود فيها ضمير عشان أقدر أقول عليها إن هي خبر جملة إسمية. نتعرف عليها من خلال المثال الآتي: الفيل خرطومه طويل، فكلمة الفيل وقعت في بداية الجملة الإسمية فتعرب مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة.
ليه جبنا هنا يا ولاد كلمة أول؟ لأن إحنا عندنا جملتين، قلنا إن الجملة الأولى بنعربها عادي، ولكن لازم نحط مبتدأ أول عشان نفرق ما بين المبتدأ الأول اللي موجود في الجملة الأولانية والمبتدأ الثاني اللي موجود في الجملة الثانية. كلمة خرطومو طويل دي عايزين نحط بينهم بنحطها بين أقواس ونبدأ نعربها لوحدها. فكلمة خرطومو طويل المفروض نقول خرطوم الفيل طويل، ولكن ما يصحش في اللغة العربية ان احنا نقول الفيل خرطوم الفيل طويل، ما كانش يصح ان احنا نقول كده. ولكن شلنا كلمة الفيل وعوضنا عنها بالهاء. طب اعراب اصلا الفيل دي ايه؟ اعراب الفيل دي تعالى نعرب الجملة كلها ونعرف. خرطوم دي هتبقى مبتدأ ساهم، أما كلمة الفيل اللي هي مكان الهاء بنقول خرطوم الفيل طويل، نكرة زائد معرفة تديني مضاف إليه، فكلمة الفيل تعرب مضاف إليه، وحذفناها وحطينا مكانها الهاء، فالهاء هنا وقعت مكانها. تمام. طيب في اللغة العربية بنعرب الهاء إزاي؟ الهاء دي ضمير، زي مثلا أنا عندي ثلاث محلات، الثلاث محلات دولت بابا كان هو واقف فيهم، فبيطلب مني ان انا اقف في المحل مكانه لحد لما هو يصلي او ان هو يكمل شغله في حاجة معينة ويبدأ يرجع لي مرة تانية. فالهاء دي واقفة مكان المضاف اليه. فاحنا بنقول عندنا قاعدة في اللغة العربية بنقول ان كل الضمائر مبنية دي لازم ناخدها قاعدة اساسية في حياتنا. فهنا الهاء ده ضمير مبني، يبقى انا عندي الهاء هنا يا جماعة ده ضمير مبني، بس واقف في انه محل؟ واقف في مكان ايه؟ في مكان الرفع ولا النصب ولا الجر؟ مش انا لما قلت خرطوم الفيل طويل قلنا ان كلمة الفيل هنا مضاف اليه؟ طب المضاف اليه بيجي في محل الرفع ولا النصب ولا الجر؟ المضاف اليه دايما بيجي مجرور، يبقى الهاء هنا ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. زي انا لما يكون عندي ثلاث غرف، كل غرفة دولت بتوع اخواتي الاساسيين، انا مثلا اخواتي طلبوا مني ان انا اجي اقعد في الاوضة دي محلهم لمدة ساعة، او ان انا اجي اعمل في الاوضة بتاعتهم او الغرفة بتاعتهم حاجة لمدة ساعة. تمام. فانا هقعد محلهم يعني مكانهم، مش حاجة اساسية، انا محله. تمام. فالهاء هنا وقعت محل المضاف اليه، والمضاف اليه دايما مجرور، عشان كده بقول ان الضمير مبني في محل جر. يا ترى محل الرفع ولا النصب ولا الجر؟ هما دولت اللي موجودين عندي في الاسماء، يبقى هتقع في محل جر مضاف اليه. يبقى تاني نعرب كلمة خرطومه، دي بداية الجملة الاسمية، ولكن هنقول مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لكن هو اول مبتدأ ولا تاني مبتدأ؟ لا ده تاني مبتدأ. يبقى هنا كلمة خرطومه تعرب مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب والضمير اللي هو جه مكان كلمة الفيل يبقى يعرب ضمير مبني في محل، يا ترى في محل الرفع ولا النصب ولا الجر؟ هنشوف هو واقف مكان مين، مكان الخبر عشان اقول عليه مرفوع، ولا مكان الفاعل عشان اقول عليه مرفوع، ولا مكان المفعول به عشان اقول عليه منصوب، ولا مكان الاسم المجرور، ولا مكان ايه، ولا مكان المضاف اليه؟ لا، انا وجدت ان الهاء هنا واقفه مكان كلمه الفيل، والفيل هنا اعرابها كان مضاف اليه، فاعربت ضمير مبني في محل جر مضاف اليه. يعني ما ينفعش اقول ان الهاء دي مضاف اليه مجرور وعلامه جر والكسره، لا ما ينفعش في اللغه العربيه يا تلاميذ الاعزاء، ما ينفعش، لازم اقول عليها ان الضمير مبني في محل جر مضاف اليه. طيب كلمه طويل هتعرب خبر للمبتدا الثاني، خبر للمبتدا الثاني مرفوع وعلامه رفعه الضمه. طيب ليه انا قلت للمبتدا الثاني؟ عشان ده هو خبر المبتدا الثاني وليس الاول. تمام. يبقى انا كده تم اعراب الجمله الثانيه. طب انا لحد دلوقتي ما جبتش خبر الجمله الاولى اللي هي كلمه الفيل. احنا قلنا ان كلمه خرطومه طويل كامله على بعض دي جمله اسميه، فاحنا بنقولها كده بنفس الشكل، الجمله الاسميه خرطومه طويل في واقفه مكان مين؟ مكان الخبر. طب الخبر يا ولاد بيجي مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ الخبر دايما بيكون مرفوع، فانا بقول ان الجمله الكبيره دي وقفت مكان الخبر. وقفت مكان مين؟ الخبر، حلت محل الخبر. تمام. الخبر هنا جاي مش عادي كلمه واحده واسم، لا ده هو جاي جمله،
تمام، ودي حاجة غريبة عليه، فهيعرب الجملة الاسمية كلها. خدها، خرطومه طويل، هقول في محل رفع خبر للمبتدأ الأول. وبكده نكون انتهينا من إعراب الجملة الاسمية، وعرفنا ان احنا لازم يكون عندنا مبتدأ أول، مبتدأ ثانٍ، ان الضمير دايما بيجي في محل جر مضاف اليه، وان الخبر الجملة الثانية، خبر الجملة الاولى بيجي في محل رفع خبر للجملة للمبتدأ الاول، زي ما احنا تم الاعراب دلوقتي. خبر الجملة الفعلية، هيا بنا نتعرف على إعرابه كما تعرفنا على إعراب خبر الجملة الإسمية. مثال لذلك: القمر ينير ليلا. عند إعراب هذه الجملة نقول أن الجملة التي أمامي هي جملة إسمية بدأت بمبتدأ، وده الركن الأساسي في الجملة الإسمية. يعرب كلمة القمر مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لماذا لا نقول مبتدأ أول؟ لأن هنا خبر الموجود في الجملة هو جملة فعلية. نظرنا بعد كلمة القمر وجدنا كلمة ينير، وينير ده فعل وليس اسم، وإعراب خبر الجملة الفعلية بيتكون من فعل وفاعل وليس مبتدأ أول ومبتدأ ثان مثل الجملة الإسمية. عشان كده أنا شلت كلمة أول من جنب كلمة مبتدأ. هنقول إن القمر ده مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب كلمة ينير تعرف ايه؟ كلمة ينير عند اعرابها وجدنا ان الكلمة التي امامي دي جملة فعلية. نوع الفعل فيها ايه؟ لازم اذكر نوع الفعل، فعل مضارع ماله مرفوع وعلامة رفعه الضمة. اين هنا الفاعل؟ قلنا ان في الجملة الفعلية الفاعل بيكون ضمير مستتر، مش بيكون ظاهر زي الجملة الاسمية. عشان كده بنقول ان الفاعل ضمير تقديره هو على حسب نوع الكلمة. يعني ينير هو ليلة، من هو ده؟ اللي هو القمر، يعني هو عائدة على القمر. طيب أين هنا الخبر؟ أنا جبت دلوقتي مبتدأ وفاعل وفاعل، طب فين هنا الخبر؟ الخبر الجملة الفعلية اللي أنا لسه عارباها. فكلمة ينير بنقول إن الجملة الفعلية ينير في محل رفع خبر للمبتدأ، يعني هي واقفة مكان الخبر. احنا قلنا يعني ايه في محل؟ يعني انا حليت مكان حد، قعدت مكان حد اعمل شغله لوقت قصير جدا لحد لما يرجع وهو يعمل ايه شغله ويكمله على اكمل وجه. عشان كده بقول ان الجملة الفعلية اللي هي كلمة ينير واقفة في محل ايه؟ رفع ولا جر ولا نصب؟ هنا طبعا هي واقفة مكان الخبر، والخبر احنا عارفين ان هو مرفوع، يبقى في محل رفع خبر المبتدأ اللي هو مين المبتدأ؟ اللي هو كلمة القمر. وبكده نكون احنا تم اعراب خبر الجملة الفعلية. اخر انواع الخبر وهو خبر شبه الجملة اعرابه. عرفنا ان الخبر شبه الجملة بيتكون من نوعين: جار ومجرور وظرف. اول نوع الجار والمجرور، مثال لذلك: الرسالة في الظرف. اعربها. بدأت الجملة، احنا بنعرف جملة اسمية عادية جدا، بدايتها كانت كلمة الرسالة. الرسالة هنا تعرب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ثابت الاعراب ثابت بتاع المبتدأ، تمام، لانه بيجي في بداية الجملة الإسمية. طيب نظرنا بعد كلمة الرسالة وجدنا في الظرف، كلمة في الظرف وضعنا أقواس بجانبها وجدنا أنها تممت معنى الجملة التي أمامي. في الظرف عرفنا أن الرسالة فين؟ في الظرف. الرسالة مالها؟ في الظرف. طيب تعرب إيه؟ في عرفنا أن حرف الجر أولاد السنة دي بيعرب إعراب كامل، يعني ما ينفعش ان انا اقول حرف جر واسكت، لا، حرف الجر ده راح على الثلاث ابواب زي ما احنا قلنا في بداية الفيديو، وقلنا هل هو واقف في محل الجر، راح يطلب ان هو يقعد مكان
مكان الاسم المجرور، الاسم المجرور رفض، راح يقعد في محل النصب مع المفعول به والظرف رفضه، راح يقعد في محل الرفع مع الخبر والفاعل والمبتدأ رفضه. فعشان كده بنعربه بنقول ان اي حرف جر، حرف جر مبني لا محال له من الاعراب. يعني حروف الجر كلها مبنية لا محال لها من الايه، من الاعراب، ملهاش اعراب. ده الاعراب الثابت والكامل بتاع حرف الجر. بنقول كمان ان كلمة الظرف، الظرف تعرب اسم مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة، يبقى لازم نذكر حرف الجر اللي بيعرب بيه الاسم المجرور. وقلنا ان في الظرف ده خبر شبه جملة ماله في محل، واقف مكان مين؟ ما دي حاجة مش اساسية، دي حاجة مش اساسية. الخبر الطبيعي اللي احنا عارفينه ان هو بيجي كلمة واحدة واسم، زي الخبر المفرد اللي احنا متعودين عليه. ولكن لما جه جار ومجرور ده سميناه شبه جملة جار ومجرور، وقف مكان مين؟ مكان الخبر. وعرفنا ان الخبر بيرفع، عشان كده هو وقف مكانه فترة صغيرة، هبيحل بيحل مكانه، بيحل الوقت بتاعه، يعني بيقعد مكانه فترة صغيرة. فبنقول شبه الجملة في محل رفع خبر للمبتدأ، اللي هو مين المبتدأ؟ اللي هي الرسالة. طيب النوع الثاني هو القائد أمام الجندي. القائد أمام الجندي بتعرب كلمة القائد جاءت في بداية الجملة مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أما كلمة أمام تعرب ظرف مكان ماله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. إعراب عادي جدا، إعراب الظرف بيكون منصوب بالإيه؟ بالفتحة، سواء كان ظرف مكان أو زمان. طيب هنا شبه الجملة، شبه الجملة هيعرب ايه؟ شبه الجملة بتيجي يعني عندي الجر والمجرور، باخد حرف الجر والاسم المجرور الاتنين مع بعض في الظرف ده، كل ده خبر. اما لما يكون في الظرف باخد الظرف بس، اللي هو كلمة امام، خلف، على حسب نوع الجملة اللي جايبها لي. فكلمة امام بس هي الخبر، وبتكون شبه جملة. شبه جملة في محل ايه؟ في محل رفع خبر للمبتدأ اللي هو كلمة القائد. وبكده نكون انتهينا من إعراب أنواع الخبر، سواء كان مفرد أو جملة أو شبه جملة. أرجو أن يكون تم الاستفادة الكاملة للإعراب. نلقاكم في درس آخر. دمتم سالمين.